يعقوب اشو عم شيك خلي هاد معك مش عايز شافك الفرنساوي ودير بالك اهل الحاره يقفشوك ترى مو سهلين خلي عينك على رجلك اوعد بينك متصاوي ولا يهمك اللي قدامك مقطع موصل انت دير بالك على حالك يلا ديلنا الله والنبي معاه يلا الله يستر ديا السلام عليكم الله معك شو بيشرب الأبضار؟ بدي واحد شاي سكر كثير بعد أمرك ايه؟ على راسي تفضل أبو طعم الله يسلمك اليوم قلي أبو طعم أنت لعند مين جاي؟ قصدي مين إلك بحارة اللوز؟ أنا بدي المعلم نوري المعلم؟ أي المعلم نوري اللي عنده فرن في الحارة عندكم هون قصدك الزعيم نوري؟ لا ما زعيم الفران معلم نوري الفران اللي عنده فرن فهمت عليك المعلم نوري صاحب الفرن صار زعيم الحارة آه؟ لا ما يا ابن الحلال أنا في حدا دلني علي وقال لي إنه هو معلم فران ما قال لي إنه هو زعيم يعني بس أنت وصلي لعنده وقامتي وخلصي إيه تكرم عينه تفضل لأخذك لعنده يلا محمود دير بالك على القهوة حلوة الحركة دي أهلين استناني تكيمون تكتاي السلام عليكم زعيم أهلين شمال زعيم في واحد قال إنه هو قصدك بخدمة وبعرفه أنا قال في حدا بعته لعندك أيوه وينه هلا؟ شحوا على باب النظافة برا خليه يفوت وروح على شغلك أمرك زعيم سلام عليكم الله معك تفضل يا أخ كتر خيرك خير الله السلام عليكم عم أهلا أهلا شرف كيفك مليح؟ علينا عم يشرف خذ راحتك الله يسلمك يا الله محسوبك يعقوب الحسن اصلي من دير عطيه بس ساكن في دمر وقاصدك في خدمه والله والنعم من اهل دير عطيه واهل دمر شرف اخي مرني انا بدي منك تدبر لي شغلي هون عندكم في الحاره اتعيش منها انت شو بتعرف تشتغل لك عمي؟ يعني انا فلاح يا زعيم بس لا يكون لك فكري وين ما زتيتني بجي واقف ان شاء الله ليش تركت شغلك وجيت تشتغل هون عنا بالحارة؟ يعني السنة ما اجانا مطر مليح والموسم ما كفى لا أكل ولا شرب أجيت أدور على شغل هيك يعني أساعد أبي وأشيل عنه كتف حلال عليك شوف عمي أنت لأنك مرضي رح أعمل لك شغل بس بدي أسألك أنو أحسن لك تشتغل عندي هون بالمضافة ولا بالفرن؟ في الفرن في المضافة في المضافة أحسن وليش مو بالفرن؟ يعني شغلة الفران صعبة كتير أنا ما بفهم فيها هون في المضافي بدبر حالي مشي قديش بدك كراك بالجمعة؟ أش ما بيطلع من خاطرك أنا رضيون لا عمي لا أنت قول طيب خمس فرنجات كتير؟ شو خمس فرنجات؟ بكفوك؟ بدبر حالي نعمة كريم لا أنا رح أعطيك 10 فرنجات منيح 10 فرنجات؟ مليح كتير أنت كريم ونحن منستاهل امتى بتحب تبلش شغل؟ امتى ما بدك من هلا كثير منيح انت بتعرف تساوي قهوه مره كيف لك انت مو دايق قهوه الضراطه والله لا ساوي لك فنجان قهوه بحياه عمرك ما دقت مثله اخي هاي المصب وهي الفناجين والمجمر برا شعله ودوقنا قهوتك على راسي بينت آدمي وابن حلال الشر يسعد الله هلا كل اخبار الحاره صارت عندك يا عبود ايه
هي ما حسبنا حسابها. في دبان كتير. خليكم هون. حاضر. أهلين بالشباب. السلام عليكم يا جايين. خير، شو بدك؟ أنا بدي أسألك، مين الشاب اللي واقف برا على باب المضافة؟ وليش عم تسأل؟ ما بعرف، كأني بعرفه. لا سيدي ما بتعرفه، هذا شاب جاني من دمر وشغلته اليوم عندي بالمضافة. بس ما بعرف، كأني شايفه. وين يا عزام؟ وين 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 يا عزام؟ أنت لشو جاي لعندي؟ أنا معي كتاب من سيدي الكولونيل، بدنا نقرأ بمعيتك على كل أهل الحارة يا زعيم. بخصوص شو؟ بخصوص شو يعني؟ بخصوص الواطي عبود الأزهر. أيوة شريف. شريف يعقوب. أمرك عمي. دير بالك لبين ما أرجع. يا مهري حقوني. أهالي حارة اللوز الكرام، اسمعوا شو بدي أقول أنا والكل على نصه. ها هذا كتاب من سيد الكولونيل وبيقول فيه أي واحد بيسمع عن مكان عبد الرحمن الشامي الملقب بعبود أو بيشوفه أو بيعرف وين متخبي بيجي على مبنى السرايا وبياخد 100 ليرة ذهب مكافأة ليكو، ويكون بعلمكم كلكم إنه اسمه مراهين ذكر بنوب ولا حدا راح يعرف مين اللي خبر. والكولونيل بيقول إنه عبد الرحمن الشامي الملقب بعبود صدر فيه حكم الإعدام شنقاً لكان لارتكى به جريمة قتل الزعيم السابق فاضل أبو الذهب رحمة الله عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا حالي الحرق. أهالي حارة اللوز الكرام، اسمعوا شو بدي أقول أنا والكل على نصه. ها هذا كتاب من سيد الكولونيل وبيقول فيه أي واحد بيسمع عن مكان عبد الرحمن الشامي الملقب بعبود أو بيشوفه أو بيعرف وين متخبي بيجي على مبنى السرايا وبياخد 100 ليرة ذهب مكافأة ليكو، ويكون بعلمكم كلكم إنه اسمه مراهين ذكر بنوب ولا حدا راح يعرف مين اللي خبر. والكولونيل بيقول إنه عبد الرحمن الشامي الملقب بعبود صدر فيه حكم الإعدام شنقاً لكان لارتكى به جريمة قتل الزعيم السابق فاضل أبو الذهب رحمة الله عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا حالي الحرق. أمان. السلام عليكم. إيه مبروك الوعر الجديدة. شلون؟ غير شكل عود لألك عود. احكي لي شو صار معك بالحارة؟ يا الله لقيت شغل ومطرح ما بدك. وين يعني؟ في المضافة عند نوري. المضافة؟ إيه في المضافة. مو صاحبك صار زعيم حارة اللوز؟ زعيم؟ ولك أي زعيم؟ بدك الدغري؟ الله وكيلك نوري زقرت وقبضاي وبيستعي. الله انت غريب يا قبضاي. ليش؟ انت بتحكي عليهم بالمليح ولو بتشوف هني شو بيحكوا عليك. تقصد نوري؟ اي نوري. يا سيدي مو مشكلة، معه حق. هو مفتكرني انه انا اللي قتلت له عمه الزعيم. شو بدك يا يعني يحكي عني؟ بدك الدغري؟ انه بايدهم حق، لأنه أنا يوم هددت أب خالد الفاكهاني انقتل بنفس الليلة، وهددت الزعيم انقتل بنفس الليلة. الله يصلحني الله يصلحني، يا ريتني حسبت منيح قبل ما أعمل عملتي. أنا لما انكسرت دكاكين الحارة لك يعقوب كان أهل حارتي فيهم يآزوني مثل ما آزيتو، فيهم يشتكوا للكركون، بس هني لفلفوا على السيرة وضبوا عليها. الله يصلحك يا عبود الله يصلحك.
الحقد عم على قلبك وما عرفت كيف تاخد حقك ورديت الغلط بغلط اكبر منه. بدك الدغري يعقوب نوري زلمه زقرته قبضاي وكلمته ما بتصير تنتين. هات لك احكي لي شو صار معك بالحاره بالتفصيل.